ترتسم في الأفق ملامح معادلة جديدة لمنطقة الشرق الأوسط أسهمت عوامل كثيرة في نضجها، من بينها التحول الجذري لواقع الميدان السوري لصالح محور المقاومة المدعوم روسيا ووضع حد للعدوانية الإسرائيلية في الأجواء السورية. زد على ذلك ترسخ الثلاثي الإيراني التركي الروسي المنبثق عن عملية أستانا. وفي آن واحد يلاحظ تصدع التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة على خلفية انسحاب واشنطن من الصفقة النووية مع إيران ونقل سفارتها إلى القدس. كل ذلك يمنح موسكو رصيدا في الحوار مع كل من باريس وبرلين، بحثا عن نقطة تقاطع على غرار ما جمع العواصم الثلاثة إبان غزو العراق في عام 2003. لقد أكدنا ضرورة أن نسهم معا بجهد سواء في عملية التسوية السياسية في سوريا بما في ذلك على ساحتي أستانا وجنيف، أو في تطبيع الأوضاع على الأرض، وكذلك في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان سوريا. الاتفاق النووي ليس مثاليا، لكن وجوده أفضل من عدمه، ونحن من طرف أوروبا وكأوروبيين نجري اتصالات مع إيران لكي تبقى وفية للاتفاق. من هذا المنطلق فأن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد الجديدة لسوتشي ما هي إلا تأكيد بأن الأزمة السورية بدأت تدشن مرحلة الحل السياسي، وبأن الوقت قد حان لوضع ترتيبات هذه المرحلة، ولا سيما ما يتعلق بالتعديل الدستوري الذي يراد له أن يشرك في الحل من نبذ الخيار العسكرية، إذ أن توافق الأفرقاء يبقى السبيل الأمثل لصيانة وحدة سوريا. وكما لمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فإن القوات الأجنبية التي جاءت من دون إذن سترحل عن سوريا مع تعاظم وتيرة الحل السياسي، إلا أن ذلك لا ينسحب على القوات الروسية التي أمنت وجودا لها في قاعدتي حميميم وطرطوس لنصف قرن، ولا على الإيرانيين الذين جاءهم أيضا إلى سوريا بدعوة رسمية. عاصمة جنوب روسيا سوتشي تتحول شيئا فشيئا إلى مركز هام لوضع معادلات دولية على أقل تقدير على مستوى القضايا المعقدة في منطقة الشرق الأوسط. سلام العبيدي، سوتشي، الميادين.